اخوتي واخواتي في عالم الزراعه والنباتات المنزليه، عشاق الزراعه عشاق الطبيعه. طبعا اليوم انا بمشتل كهرمانه في محافظه بابل حله شارع الكورنيش. طبعا اتجول بالمشتل فشفت شبهات الجمال. المشتل صاحب المشتل مربي هاي الانواع مال الحمام. شوف اللي امامكم، سبحان الخالق العظيم على هذا الجمال. هاي هاي انواع الطيور، هتشي منظر جميل جدا سبحان الله. قلت اخليكم بالصورة. جميل انه طبعا بالنسبة للطيور هواي لها عشاق، لكن الجميل انه يكون صاحب المشتل يعشق النباتات ويعشق تربية الحيوانات. فبصراحة شوف الجمال، الصورة تتكلم يعني سبحان الخالق العظيم. طبعا سبحان الله. هاخذكم جولة بالمشتل وتشوفون. سبحان الله العظيم، شوفوا هنا، شوفوا الجمال. ما شاء الله تبارك الله. خلنا جولة بين ما تشوفون. خلنا اشوفكم المشتل. يعني المشتل هي دعوة لعشاق النباتات انه يزور هذا المشتل ويتفرج على هاي الطيور. طبعا اخواني الاعزاء هذا المشتل موجود انواع، شوف هنا ورد الجمال. طبعا شفت انواع الالوان يعني بكثرة، حتى النوع القطمر موجود، والالوان يعني بصراحة فريدة، النباتات مميزة جدا. حتى انه شفت شوكة المسيح اللي امامكم، هاي بيها اكثر من اربع الوان موجودة بالمشتل. طبعا هنا أنا تعال عباس، شوف هسه هذا ورد الجمال الابيض القطمر، شوفوا هذا اللون ورد الجمال. طبعا هذا المشتل الاخوان الاعزاء ايضا يبيع جمله ومفرد. هنا طبعا ورد الجمال بارتفاعات يعني ما شاء الله. شوف هسه هاي ارتفاعها قريب يعني مترين، ورد الجمال بارتفاع مترين. الورد الجوري طبعا حدث ولا حرج، الوان مميزه جدا ما شاء الله تبارك الله. نانا شوف هاي الالوان، جوري بالوان. طبعا اليوم 2/6 هذا المطاط بالوان واشكال، وايضا البيع جمله ومفرد. هذا المشتل الجاكرنده، جاكرند البنفسجية. طبعا اخوان الاعزاء الجاكرند البنفسجية اللي لفت انتباهي بهذا المشتل اخواننا اللي يعني اسعارهم يعني هاي ارتفاعها تقريبا اكثر من متر، 1.20 متر، والساق النبات متخشب والنمو مالته ممتاز، وبسعر 6000 دينار. يعني هذا السعر فوق الممتاز بصراحة. الاوليفيرا موجودة طبعا، شوف اخوان الاعزاء. طبعا هنا الثريا، الورد الجوري، يعني هم تجيب
عائلتك تفتر بهذا المشتل، وهماتينها يشوفون هاي الطيور الحلوة، وهماتينها هاي النباتات، شوفوا هاي الألوان مال الصورة تتكلم. شوف هاي النباتات، قطرة الشاي، الورد الجوري، الورد الجوري بأشكال وألوان، بهبهان، فيكس، احنا الياسمين، ورد الجمال، هاي الألوان المميزة، اخوان الاعزاء هاي جولة قصيرة ان شاء الله تكون عجبتكم. راح ننهي الفيديو، اتمنى لكم الموفقية، وادعو الجميع انه يسوون جولات هاي المشاتل، هم تغيير جو، هم مات النباتات الموجودة. بصراحة عندنا في بابل باسعار مناسبة جدا. هذا المشتل، مشتل كهرمانة، هذا العنوان طبعا، بابل حي الصحة. هاي عند انواع النباتات، هاي ارقام الهاتف حتى لا حد يقول. شوفوا هذا مشتل كهرمانة، هاي رقم الهاتف، هاي البيع جملة ومفرد. طبعا موجود تين بني مسلم، جهنمي، انواع النباتات. شوف هذا التين عامل ثمر وارتفاعات ممتازة واسعار مناسبة جدا، يعني فوق ما تتصورون، يعني هاي سعره مناسب جدا. ياخذ التينة حاملة ثمر رأسا ياكل من عدها باسعار مناسبة. وشوفها كلها متوفر انواع الشتلات. طبعا موجود التكي او التوت، تفاح، اخوان الاعزاء هنا مستمرين وياكل. كل هذا موجود، ياس، عطرة الشاي، تين، جوري، هاي جوري امامكم. شوفوا الالوان اخوان الاعزاء، هي دعوة لزيارة مشاتل محافظة بابل، والعنوان ما يتيه، شارع الكورنيش، بس هذا شارع الكورنيش. شوفوا جمال الورد الجوري، بالختام نستودعكم الله في امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات الموجوده في امان الله.